الاخرين تقدموا اخر كلمه عشان بها اللي كنتي الاخرين تقدموا المنتخبات الاخرى تقدموا شكون الاخرين حسين يحكي على منتخبات كاب فير وناميبيا هما تقدموا خدموا ونحن قعدنا وهو اش قاعد يعمل كان موجود في الجامعه هو شنو قاعد يعمل باقي الاطراف طرحت له معناها يا اخي تو فقت انت معناها اذا انت عندك اربع سنين في المسؤوليه كمكتب جامعي نحكي مش كحسين طبعا مكتب جامعي ومثل جزء من المكتب الجامعي اربع سنين معناها ما فقتوش وان بليس يزيونا من حكايه تو 2002 عملنا هكا وبعد رجعنا خلينا نحكيو شو صار 2002 اللي صار في 2002 شكون اللي عملوا ما عملناه بيدينا ولا كان عندنا مدرب ايطالي في ايطاليا عيطوا له البروفيسوري في تونس ما عيطولوش حق واضح سكوليو صحيح سكوليو يرحمه ايه سي المدرب هذا مشى بالكيب ناسيونال عمل دومي فينال كوب دافريك وكمل كلاسي مش دو كلاسمون كمل تروازيام مع جنوب افريقيا هذه كاتريام يظهر لي كمان تروازيام بينالتيات 2-2 في الماتش صح كان هداف علي الزيتوني وقتها رجع السيد هذا يواصل في تصفية كأس العالم حقق 70% من الترشح عيطت له جينوفا تحب ترجعه هو فريقه الأصلي في إيطاليا قال نجمش راني منا ومنا قلنا له ما تنجمش يبرعوا عن روحك قلنا شومباردي ليكيب ناسيونال جبنا كراوز الألماني قال بين نكمل لكم جيس كاليفيكاسيون كوب دي موند كملهم مشى مشينا لكوب دافريك 2002 بشكون مدرب كبير ما يقولوا المدربين الكبير ولا سامي الكبيره ولا هوري ميشيل هوري ميشيل بالك ما عندوش فيكيو وصغير لا رصدت لهم جماعه في مالي في اخر الليل من العبيه تتعدى البار تهز هوري ميشيل ايده ساخي طلعوا الفرش خرجنا من البرميتور وروحنا كلينا كف انت قبل ما تقول لي فشلنا في 2002 برا شوف علاش فشلنا خاطر اونتر 2000 و 2002 وقت اللي كانت الامور ماشيه جات عباد وفرقعتها ممكن هو صغير ما يعرفهم شكون العباد اللي فرقعوها وقتها واللي قالوا شحال تقول لك 14 انا طلعين الكل ساكي يقول له بروفيسوري واحنا نقول له شحال في تونس ساكي جاء معاه راه جاء معاه هنا 2002 ودرب معاه قبل ثابت بعدين عاد انت ولد تعرفهم سدعا كمان نحكي الموضوع هذا تصور الغرور والمصالح الخاصه والضيقه والصراعات الضيقه وين قاعده تهز فينا نمشي لك ل 94 تقول لي تحنا وبعد وعملنا فينا خليها 94 نمشي لهدي بخوش انتظر فينا من زمان